ألو ممدوح؟ إيه أهلا فيك، معاك مرت فارس اللي أعطيتني كرتك. أهلا مدام أمينة. خير آمر، في شيء؟ الحقيقة أنا كنت عايز أحذرك من شوق وأوس. أنا سمعتهم في الشركة كده بيتكلموا على كلام ممكن يضرك، بس لغاية دلوقتي مش فاهم الموضوع بالظبط. وحسرتي لا يكون قاعد يخططون ويا فارس يبوقون فلوسي. لا 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 لا، أستاذ فارس ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده. بس الست دي كانت بتشتغل عند الأستاذ فارس ولعبت عليه لعبة كده عشان تتجوزه، بس أنا حسيت كده إن هي عايزة تضرك. زي دواها عندي. اسمع ممدوح، كل شيء يصير بيناتهم هناك بالشركة أبيك تيجي وتقول لي، أبيك تراقبهم عدل، بس ها ما بي أحد يدري. الحقيقة أنا كنت هقول لك نفس الكلام، بس أنا مش حابب يا حد يضرك أبدا، عشان كده قلت لك عشان تاخدي بالك وتبقي حذرة من الموضوع ده. أنت لا تحاتي، أنت بس راقبهم لي عدل وعطني الأخبار أول بأول، وأنا إن شاء الله بعطيك اللي سرك. لا تحاتي، ها على كل معلومة أدوب لهم. حاضر، من عناية الاثنين. مشكور، حياك. هيا أنا علمك، أدواج عندي.